إذا الآن بعد ما طلعنا إنه هاي الزيرو أوردر هولد عمالها بتحافظ على عمالها بتتحول إلى إنتجريشن لإمبلس مساوية لقيمة الفانكشن ونيجاتيف إمبلس مساوية لقيمة الفانكشن معكوسة. إذا صار عندي هون كأنه عندي أنا هون دلتا تي اللي كتبناها وين كتبناها هون هاي. فهاي صارت كأنها البلس هاي بتساوي أو الزيرو أوردر هولد بلس بتساوي التكامل دي تي سي دلتا تي من زيرو لإنفينيتي. ولاحظوا هذا إيش بيشبه التكامل من زيرو لإنفينيتي؟ شبه عندي اللابلاس ترانسفورم مش هيك؟ اللابلاس ترانسفورم مش تكامل من زيرو لإنفينيتي ناقص سي نفس القيمة من زيرو لإنفينيتي بس هون عندي دلتا تي ماينس كابيتال تي دي تي. إذا أخذت الآن اللابلاس ترانسفورم لهاي التكامل راح يصير واحد على S تكامل الدلتا راح يعطيني واحد وهون راح يصير في عندي C يعني كأني هون عم بضرب في C وبعدين عندي هون هذا واحد ناقص بعدين عندي هون نفس الإشي راح يصير واحد على S والC برا هون إيش راح يتحول عندي Shift in time راح يصير E to the minus S capital فيساوي واحد S وعندي هون واحد ماينس E to the minus S T. طبعاً هون عندي إذا كانت الفانكشن أصلاً هي واحد راح تكون هذه C واحد تكون هذه C واحد. فهذه هي transfer function طبعاً بأي دومين هذا؟ S. هلأ في نقطة مهمة لازم نتذكرها إذا فيش عندي sampling ما بين zero order hold والجي بي اوف اس ما بيصير يكون حاصل الزد ترانسفورم لحاصل ضربهم هو حاصل ضرب الزد ترانسفورم. يعني اذا بتتذكروا كنا نقول انه زد اف اوف اس خلينا نسمي اف 1 اوف اس اف 2 اوف اس لا تساوي اف 1 اوف زد اف 2 اوف زد. كان لازم يكون واحد منهم سامبلد على الاقل حتى يكون عندي هذا صحيح. متذكرين؟ إذا اللي راح يصير عندي الآن إذا الزد ترانسفورم للتنين راح يصير حاصل ضرب هاي بالاس دومين مضروبة بهاي بالاس دومين والزد ترانسفورم عليهم كلهم. إذا يعني راح يصير عندي هلا الأوفر أول بسميه مثلا جي أوف زد يساوي زد للزيرو أول أوردر هولد فانكشن أز فانكشن أوف اس مضروبة ب بالبلانت أوف اس من هون زد لهون وهذا لا يساوي حاصل ضرب. لازم اضرب هاي اضربها بالترانسفر فانكشن تبعت البلان بعدين اخذ الزد ترانسفورم للتنين. لو كان في عندي سامبلنج مش رح يكون في عندي سامبلنج لانه انا كل ضيعت وقتي عامل زيرو اورد هول مش رح ارد اعمل سامبلنج هون مظبوط. اذا رح يكونوا هدول التنين مضروب بعض رح ناخذ مثال عليها الامثله اللي رح ناخذها عليها رح نعمله رح ناخذ الزيرو اورد هول ترانسفر فانكشن وينها؟ هيها وراح اخذ الاس دومين تبعت البلان راح اضرب الاس دومين تبع البلانت في الزيرو اوردر هول ترانسفر فانكشن وهذا كله ايش راح اعمل عليه؟ زد ترانسفورم.